ودخالتي ما خلاني أكمل دراستي، وأحس غصة وما يباني أكمل وبطلق. لكن ولدي حرام يا حبيبتي، غلط غلط. طالقين عشان أنتي تبين دراسة، هو ما يبى دراسة، وأنتوا في البداية ماخذين بعض، وأنتي تعرفين إن أنتي مو مكملة دراسة، وافقتي وصح وهذا نصيبك، ويا نفس ولدك تطلقين لأنه غصة بقلبك، والله لأنه ما بيخليك. أنتي تتكلمين مع رب العباد، وين الدعاء؟ وين اليقين؟ وين التوكل؟ وين إني أنا يا رب يا رب يا ودود يا ودود يا للعرش المجيد يا فعالا لما تريد؟ وين هذا كله؟ وين الدعاء وإنك أنت تكونين مع رب العالمين وتطلبين منه والصبر؟ وين؟ لا والله ما خلاني أدرس أسير أطلق. غلط غلط. أنا دكتوراه، طلبت إني أدرس الدكتوراه قبل سنتين من الوقت اللي أنا بديت أنا في 2017، أنا طلبت إني أدرسه ب 2015، رفض أبو العيال. فأنا سكت، قلت حاضر حاضر. سبحان الله بعد سنتين قال لي، أقول لك سيري درسي، اصبري بتيج بالطريقة الصح بدون خسائر.